فرنسا تربطنا بها مشاكل. فرنسا استعمرتنا 130 سنة، 132 سنة، 132 سنة، فيه جرائم بشعة دارت في هذه البلاد، واش نمحيها أنا بكلمة حلوة؟ في عائلات فيه بعض العروش نتاعنا اللي تمحاو نهائيا، زعاطشة ما بقاش منهم، رضيع ما بقاش. كل مناطق دوك انا درت معاك 70 سنة حرب، احتلال تاعك الجزائر تقام لك 70 سنة حرب، كل مناطق تاع الجزائر داروا انتفاضتهم لاننا كنا أمة. في رئيس مليون ونص مليون شهيد ولا 5 ملايين و600 مليون ونص شهيد، هذه في الحرب التحرير. زيد لها 45 ألف مجازر نتاع 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 الصيف وخراطة وقلمة. زيد لما تنحي 70 سنة، بتقريب 70 سنة تاع حرب معاهم، 70 سنة هما يقتلوا. أسأل أهل الذكر وأسأل أهل الذاكرة واش صرا في كتشاوة. كتشاوة وحدها لما عاولوا يدوها باش يمسخوا الدين تاع الجزائريين ويرجعوها كاتدرال، اعتصموا فيها 4000 مصلي، 4000 ماتوا استشهدوا، سركلوها بالمدافع وضرب. هكا كان التصرف تاع الجيش الاستعماري في زيبات كادو. روح سول هالغواط واش داروا للعرش تاع بن شهرة والعرش تاعهم تما بلي غاز، وفي شكارة يديروا في شكارة ويربطوا ويطلق عليه الغاز. هذه جرائم. واش تكرو انا باش تقول لي كلمة حلوة ولا نسمح؟ ما عندي، ولو نبغي نسمح ما عنديش الحق باش نسمع. هذا شعب. هل الجزائر تطالب مجددا بالاعتراف بهذه الجرائم؟ بيان سور، مع الاعتذار. الاعتذار دروك، الاعتذار لا ريبونتونس كما قالها الاخر، سي ريليجيو ديني. انا جامي دوموندي لا ريبونتونس، انا دوموندي لا ريكونيسونس. يا اي دو لا ريكونيسونس، بريزيدون ماكرون ا ريكونو. انا سمعته يقول باللي الشيء اللي صرا في الجزائر سي بير كلا شوا. Et il avait raison. Mais l'Algérie, c'est 6 millions, 5 millions 630 000, plus. سيد الرئيس، واش خلى الرئيس ماكرون يتراجع اقواله في 2017؟ قال الاستعمار جريمه ضد الانسانيه، كريم كونت لومانيتي. في 2021 يغير الخطاب. واش نقول لك؟ سبحان مبدل الاحوال، واش بغيت نقول لك انا يا سي سعدي؟ التاريخ ما يمشيش بالاهواء، والتاريخ ما يمشيش بالظروف، التاريخ هو التاريخ، التاريخ يخلوه المؤرخين. نحن عندنا واش نقولوا ثاني في الدوله تاعهم؟ انا نقول لك اللي يمس الجزائر ما يمشيش بعيد. هذا واش نقول لك؟ سيد الرئيس، لان الكرامه تاعنا ما تتباع لا بالملايير الدولارات ولا ملايير الاورو ولا ملايير كذا. احنا اليوم الشهداء تاعنا يطالبوا فينا باش نرجع عليهم حقهم. ولما نقول شهداء، 5 ملايين و 630 ألف شاهد من أول ضربة تاع مدفع في سيدي فرج في 1830 إلى خروجهم في 1962. 5 ملايين و 630 ألف، منها ما يقارب 4 ملايين واش في المقاومة. احنا مليون، مليون ونص داخلين فيها الشهداء نتاعنا اللي ترموا في لاسان، داخلين فيها الشهداء الذين اعدموا بالمفصلة. سيد رئيس الجزائر، تقليص نتاع شيرات قضية سيادية كل دول بما فيها احنا، بشرط انها تحترم اتفاقية إيفيان واتفاقية 1968 اللي تملي بعض الإجراءات. ما تخلطنيش في دول أخرى، أنا دولة خاصة معك، وفيه اتفاقيات اللي تربطنا أولا. ثانيا سي موسى درمانا بناها على كذبة كبيرة، جامي يو دو 7000
جامي عمر فرنسا ما هدرت معنا على اكثر من 94. قائمه اللي جات في 2020 قائمه جات ثلاث قوائم جاوا في 2021 بيناتهم لما تنحي لو دوبل امبلوا 94 كا منهم 21 تقبلوا دخلوا منهم 16 مرفوضين تماما الى ان يرث الله الارض وما عليها ما يدخلوش لان مرتبطين بالارهاب جاوا من سوريا ولا جاوا من كذا ولا من هذه ناس اللي وصلوا للتطرف تم عندهم بأيام أو دو بيناسيونو وكاين ناس اللي ما عندهمش عائلات هنا أما هذه 7000 جامي نيويسا. إذا لماذا ترجحون سيد رئيس تصريحات ماكرون؟ افون داريفي بريزيدون ماكرون نقول لك ان سكي كونسير لو مينيستير لانتيريور فرونسي سي ان غرو مونسونج. Et ces choses-là ne se règlent pas par le biais de la presse. Il y a des règles pour préserver la souveraineté d'un pays, même si tu as un problème avec lui. Je ne vais pas pérorer dans un journal pour le populisme et pour la campagne électorale. Il n'y a jamais eu 7000. C'est faux, complètement faux. Et le objectif والجزائر الرئيس تعامل تستعمل مبدأ المعاملة بالمثل يعني هل الجزائر ستقلص 50% بالنسبة للتأشيرات المعطاة للفرنسيين؟ ماشي المشكل ما راش تما المشكل ما راش في حساب سي با ان كالكول اريتميتيك بروبليم سي ان غرو مونسونج بوركوا يا يو سو مونسونج اي سا يا سيرفي دو سوكل ا دي شوز نون كونفونسيونيل انتر دو بيي سوفران ا دي بارول مالوريز dites sur un peuple, un État, c'est Moudabara, ça, c'est, ça nous rappelle celui qui voulait sortir le karcher pour nettoyer les banlieues. ربما عندها علاقة بين التقارب الروسي المالي لا. إيه إحنا شوف إحنا تقا كاش نهار لمنا على دولة من دول تقارب تاعها مع دولة أخرى ما نلوموش. كل دولة حرة في تصرفاتها ربما في اعتقاد ماكرون أن الجزائر لعبت الضوء في التقارب الجزائر شوف الدبلوماسية الجزائرية يعترف لها بالجميل تاعها عالميا في القارات الخمس حلنا مشاكل ومشاكل ومشاكل ومشاكل